السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، سعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. وصفة اليوم اللي غادي نقدم لكم عبارة عن كريب المعشوق الأطفال وكذلك الكبار، كيجي زوين بزاف، كريب ناجح 100%. لا جربته بنفس المقادير والطريقة، غادي يجيكم من أروع ما يكون، كيجي خفيف ولذيذ. وكذلك غادي نقترح عليكم صلصة ديال الشوكولا اللي غادي ترافقوا بها هاد الكريب، نتمنى فعلا يعجبكم. على بركة الله نبداو في استعراض المقادير من بعد منهم الطريقة، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. غادي نحتاجو في المقادير نصف كأس ديال الزبدة اللي كتكون مذابة، زبدة دايبة، جوج كؤوس ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات ما يعادل 250 غرام، نصف لتر ديال الحليب، النكهة ديال الفانيلا، أنا عندي هاد الفانيلا اللي كاينة في هاد القريعة، ممكن تستعملو غير صاشي، نصف كأس ديال الماء اللي كيعطينا كريب خفيف، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر، رشة ملح، ثلاثة الحبات ديال البيض. هادو هما المكونات، نمرو على بركة الله نحضرو الطريقة. في الكأس ديال الخلاط الكهربائي غادي نعملو فيه ثلاثة الحبات ديال البيض. البيض من الأحسن يكون دائما بحرارة المطبخ، في حالة كان عندكم بيض صغير استعملوا ربعة الحبات. غادي نضيف راس معلقة صغيرة ديال بودرة الفانيلا، ممكن تعوضوها بجوج ديال الأكياس ديال الفانيلا، من الأحسن تعملوا جوج ديال الأكياس باش كتعطينا النكهة ديال الفاني أقوى. نضيفو كذلك ثلاثة ديال المعالق كبار ديال السكر ونصف لتر ديال الحليب. غادي نضيفو كذلك رشة ملح، يعني راس معلقة صغيرة ديال الملح، ما يكونش يعني الملح غير حسب الذوق، ونصف كأس ديال الماء، الماء هو اللي كيعطينا أو السر باش كيعطينا هاد الكريب كيكون خفاف، وجوج ديال الكؤوس بالقياس ديال العنبة ديال الدقيق الخاص بالحلويات الدقيق الأبيض، مع نصف كأس ديال الزبدة المذابة من أصل حيواني. وكنطحنو هاد المكونات جيدا حتى كتنسجم. هذا هو القوام ديال الكريب، غادي نخليه ربع ساعة، 15 دقيقة حتى 30 دقيقة، قد ما ارتاح كيكون حسن، ومن بعد ندوزو نطيبوه. كنعملو مقلاة اللي تكون غير لاصقة، وكنفرغو فيها تقريبا غرفة ديال الخليط، وكنحاولو باليد ديال المقلاة نحاولو نوزعو الخليط ديال الكريب، ضروري أننا نوزعو بطريقة سريعة. من بعد ما كيطيب لينا وكيتحمر من الجوانب كنقلبوه. ملي كيبان لكم ان الكريب ديالكم عمل هذوك الفقاعات من الفوق، كيعني بان الكريب ديالكم ناجح، وغتحصلوا على كريب اللي كيكون خفيف، فقط نتبعوا المقادير والطريقه. وقد ما خليتوا الكريب ديالكم يرتاح يكون احسن، يعني ممكن تعملوه في الصباح وما تطيبوه حتى العشيه. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيب. غادي نصاوب معكم واحده اخرى، كناخذوا كيف ما قلت لكم غرفه ديال الخليط ديال الكريب، وتنحاولوا نوزعوه بالشكل اللي كيكون سريع باش ما كتجيناش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. وغير كتبان لينا تحمرت من الجوانب كنقلبوها، وهذا هو الشكل ديالها. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى غنسالي الكميه ديال الكريب كلها اللي عندي. من بعد ما طيبت الكميه كلها اللي عندي ديال الكريب، غندوزو نحضروا الصلصه المرافقه ديال الشوكولا. غنحتاجو فيها 100 غرام ديال الشوكولات وربع كاس ديال الكريمه، اللي ما عندهاش الكريمه ماشي ضروري، ممكن تعوضها بواحد الياغورت طبيعي. هذا هو الشكل ديال الكريب، كيجي خفيف ورقيق، جربوه صدقوني غادي يعجبكم، وفرحوا به وليداتكم، وكذلك قدموه للضيوف بالصحه والراحه. بالنسبه للطريقه باش غادي نصاوبوا صلصه اولا الكناش ديال الشوكولا، غادي نعملوا الكريمه ربع كاس ديال الكريمه ما يعادل تقريبا 3 ديال المعالق، كنعملوها تغلي يعني كتسخن، بعد كنضيفوا لها 100 غرام ديال الشوكولاته. من الاحسن الا كانت الشوكولاته نوعيه جيده يكون افضل، يعني كيكون المذاق ديال الكناش احسن، لكن غير هذا النوع ديال الشوكولاته حتى هو مزيان وكيعطينا مذاق زوين. وكنخلطوا هاد المكونات، يعني كنخلطوا الكريمه مع الشوكولاته حتى كتذوب تماما، وكنحصلوا على صلصه ديال الشوكولا اللي غادي ندهنوا بها الكريب. صراحة هاد الصلصة كتجي بنينة وزوينة، ترافقوا بها بزاف ديال الشهيوات، ماشي غير الكريب، ممكن كذلك الكيكات. وكناخدو الكريب ديالنا وكنعملو على الظهر ديالو، وكندهنو فقط النصف ديال الوجه ديال الكريب، ما كندهنوهاش كامله لانها ما كتجي الصراحه زوينه ملي كتكون مشارجيه بالشوكولات، كتجي ثقيله، من الاحسن تعملو فقط جهه واحده وكتقدموه يعني كيف ما بغيتو، كطويو كيف ما بغيتو، ممكن طويو على شكل سيجار.
بالنسبه للطريقه باش غادي نزين، خديت هنا جوج ديال الحبات ديال البنان ولا الموز، والصلصه ديال الشوكولاته اللي ديجا صوبنا عملتها في واحد البلاستيك باش نقدر انني نعمل خطوط، وكنعملوا البنان فوق من كريب. صراحه البنان كيجي زوين وكيتواسى بشكل كبير مع لي كريب وكذلك المذاق ديال الشوكولات. ومن بعد كنعملوا صلصه الشوكولا بشكل خطوط فوق من لي كريب ديالنا وكنقدموه بالصحه والراحه. وصلنا مشاهدي الكرام نهاية هذا الفيديو، كانت الوصفة ديال اليوم اللي اقترحت عليكم كريب كيجي من أروع ما يكون، كريب خفيف بمقادير لي بسيطة ومضبوطة، كيجي كريب ناجح. قدموه لأطفالكم غادي يعجبهم، وكذلك قدموه في الضيوف ديالكم بالصحة والراحة، وكنتمنى فعلا أنكم تجربوه. لأول مرة كيزور القناة ما ينساش يشترك في القناة وكذلك يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. لايك الفيديو اكيد الى عجبكم، واللي عنده اي سؤال يخلي لي في التعليقين ان شاء الله غادي نجاوبه. كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، نتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.